أنا هنا. أيها الفاشل، أنا وحدي، برر لي. تسديدة جيدة بمجهود فردي. في المباريات الحقيقية أبذل كل جهدي من أجل الفريق، لكن هنا لا أستطيع. شيكس أيها الفاشل، شيكس أيها الفاشل. واو، يبدو سكارا كما لو كان حقيقياً. نعم، إنه لا يحب شيكس بالفعل. عمل جيد يا بروفيسور، هذه المحاكاة رائعة. شكراً كابتن راستا، ستنتهي المحاكاة خلال 3-2-1. ووو، هذا مذهل. إنه رائع. كان مذهلاً. أعتقد من المفيد القول أننا مستعدون لكل متغيرات الجو. أعتقد أننا قد لعبنا تحت المطر، فقد أفسدت هذه الخوذة شعري. بروف، إن هذا الاختراع كان مذهلاً. هذا مجرد مثال بسيط لإمكانياته يا شيكس، فالجهاز قادر على محاكاة أي لاعب من تاريخ البطولة. حسناً، من هو أفضل لاعب لديك؟ دعني الآن أتفقد المعاملات لدي، سوف أزيد معدل المهارة. إليريتي، نجم النجوم. هذا لا يفاجئني، إنه كان يملك ضربة رأس أسطورية عندما كان بشعره. إدوين، ملك مهارات السامبا. لم أرى أي شخص يتحكم بالكرة مثلما فعل إدوين. سبايك داوسن، إنه مرعب حراس المرمى، وهو لم يكن يدعى داوسن الرائع أبثاً. وأخيراً ولكن ليس آخراً، أقدم لكم أصغر مدرب للمهارات، العبقري. ليس لديه هيئة العبقرة، انظروا إلى قصة شعره. إن هذه كانت هي الموضة في حينه. ماذا تقصد بقول في حينه؟ لا تتجرأ على التفكير في هذا يا شيكس. خططت لتحضيراتنا بكل عناية، ولا يمكن لي أي شيء أن يغير جدول العمل هذا. سوف ألتقي بكم غداً لأداء بعض التمرينات في عالم واقع. كان ذلك رائعاً. تدريب جيد. نعم، رائع. اسمعوا يا شباب، إذا قمتم باللعب بهذه الطريقة وإنفيزيبل يونايتد لن ينال فرصة الفوز، ولكن هناك ما عليكم القيام به تحضيراً لمباراة نصف النهائي. الاسترخاء، لديكم إجازة للغد. لكن تمهلوا، أريدكم على أحسن حال. إلى اللقاء. إلى اللقاء. ما هذا الذي تفعله يا دينجان؟ أقوم بالمراقبة، والمراقبة تحتاج وجبة خفيفة. ليس قبل يومين من مباراة النصف النهائي أيها الأحمق. نعم. ما هي خطة سوبر سترايكا؟ لا أعرف يا فينس، يتدربون ويبدونك الحمقى، ما المطلوب معرفته؟ أي شيء يعطينا فرصا أفضل في مباراة النصف النهائي؟ ستقام المباراة بعد يومين، ولكن المنافسة بدأت منذ الآن. مقرف، ما هذه الرائحة؟ نكهة مجموعة أجبان. إن السر وراء الشعر البراق هو شامبو الخيول. صديقي، شعري يبدو هكذا طوال الوقت. أتشمني هذه الرائحة؟ أوه يا إلماتادور، عليك تبديل جواربك بعد التمرين. صحيح. كيف تقول هذا؟ ألبس الجوارب لمرة واحدة ثم أبيعها عن طريق الإنترنت. يا شيكس، هل تريد أن تجرب لعبتي الجديدة في منزلي؟ إنها ذات جودة عالية. رائع، ولكن شكراً لا أريد.
الأرض. آسفٌ يا سكارا. لدينا مشاكل أكبر من هذه الرائحة الكريهة. شيكس يخطط لشيء لا نعرفه. وكيف لك أن تعرف ذلك؟ لابد من إيجاد شيء مهم ليمنع هذا الأحمق من تجربة لعبة جديدة. لا، البطاطا خاصتي. سأعيد أساطير الكرة إلى الملاعب. مباراة واحدة، سوف آخذ الأمور ببساطة. حسناً يا أساطير، أتستحقون هذه الألقاب حقاً؟ أهلاً. أنصتوا يا شباب، القوة، الدقة، والجرأة، البقاء للأقوى، لا مكان للضعفاء. سأحطم كل من يقف في طريقي. حسناً، يجب أن يكون الأداء أفضل من الكلام. أنت هنا لتقوم بتحطيم زوبا سترايكا وليس كرامتك. تمرين محاك للواقع؟ يا للروعة، شيكس يواجه وحده فريقاً من الأساطير. جيد أنني أحضرت هذا. أعطني هذا. هل تعلم خطورة هذا على جسمك؟ انصتوا يا شباب، القوة، الدقة، والجرأة، البقاء للأقوى، لا مكان للضعفاء. سأحطم كل من يقف في طريقي. فعلا، البروفيسور أخبرنا أن قدراتكم كبيرة، ولكن علي الآن العودة إلى أرض الواقع. أكل غير صحي يا بلوك. ضربة الشمس خطيرة جدا يا إلماتادور. أيها المدرب، أعلم حرصك على ألا يصيبنا أي مكروه، ولكن ألا تعتقد أنه مبالغ فيه؟ أنت لن تكون حذرا بما يكفي يا تايجر. نعم. أيها المدرب، أحتاج منك أن تتوجه إلى مختبري في الحال. لا تنظر إلي هكذا، فأنا لا أرتدي جوارب حتى. إن هذه كارثة، هناك مؤامرة. أحدهم قام بتخريب آلاتي. وشيكس. روف، أخرجه من المحاكاة. لا أستطيع، إن اللوحة معطلة. ألا نستطيع نزع التجهيزات عنه؟ لا، إذا نزعنا الآلة عنه فإن دماغه سوف... دعنا فقط نقول إنه ليس خياراً لخروج شيكس من هذه الحالة. يجب أن يربح المباراة.
لن أتحمل ذلك. لابد من وجود طريقة للخروج. ساعدوني رجاء. لن يتغلب شيكس على أساطير الكرة بمفرده. انتظروا انتظروا، هل جننتم جميعا؟ إن هزمتم ستبقون عالقين إلى الأبد. إنها مخاطرة وسنفعلها. أنا متسرع وأحمق. هذا صحيح. أنت محب. تماماً. حقاً. دائماً تريد أن تجرب كل شيء وحدك. أتيتم من أجلي؟ ولكن ألا يعني هذا أنكم عالقين أيضاً؟ لن نكون عالقين في أي مكان. شباب، ما هذا؟ علينا أن نهزم أساطير الكرة ونعود سالمين. نحن فريق واحد. نحن نربح معا ونخسر معا أيضا، كما أننا نعلق في آلة المحاكاة إلى الأبد معا. يمكن أن أشاهدهم يلعبون وأنا على دكة البدلاء، ولكن هكذا بالتأكيد يوجد ما أستطيع فعله. هل يمكنك إعطائي هذا المفك لو سمحت؟ انصتوا يا شباب، القوة، الدقة، والجرأة، البقاء للأقوى، لا مكان للضعفاء. سأحطم كل من يقف في طريقي. أعرفكم بأساطير الكرة الجدد. أنا لاعب عظيم، ولكن هم أساطير. لماذا تكرهني آلة المحاكاة؟ سوف يبقون هناك لوقت طويل، سيكون شيكس في ورطة حقيقية. سكارا، وصلتني معلومات عن سوبر سترايكا. أنا لدي معلومات أكثر يا فينس، ونصف النهائي سيكون أسهل بكثير مما توقعناه. سأغلق الآن. عادة تكون بهذه الدناءة يا سكارا، ولكن فعلا تفوقت على نفسك هذه المرة. فعلا، حسنا، أعتقد أنك تدرك أننا الرابحون. والآن أخرج من سيارتي. مهما يكن. سكارا، أعتقد أنني أكثرت من البطاطا. لا يمكن لأحد أن يعبث بتحضيرات فريقي. لا لا، أخرجني من هنا. ساعدوني.
أنصتوا يا شباب، القوة، الدقة، والجرأة، البقاء للأقوى، لا مكان للضعفاء. سأحطم كل من يقف في طريقي. أنا منزعج جداً، إن ما يحدث يثير الغضب وبمنتهى السرعة. أنت لم تعرف الغضب بعد. ربما عليكم أن تدركوا شيئاً، إن هذه محاكاة للاعبين، إنهم ماهرون ولكن ليس لديهم جديد. ولكن نحن نستطيع. آسف أيها المدرب، علمتني ألا أقع في الفخ مرتين. لقد تعلمت هذه الحركة منك، أما هذه فمن مهاراتي. ها. أبقها منخفضة. أنا أكره نفسي بالفعل. ليس سيئاً يا شباب، ليس سيئاً، محاولات أخرى وسنتمكن منهم. في الحقيقة إن جهاز المحاكاة أصبح في وضع حرج جداً. إن أرفعوا المباراة سوف ينتهي أمركم، سوف نكون عاجزين عن مساعدتكم. انتهى كل شيء للأبد. أدركوا حقيقة الأمر. ماذا سنفعل؟ ماذا يمكننا أن نفعل؟ لاعباً للاعب سيكون الأساطير أفضل. يا لها من معلومة جديدة. ولكن أجيبوني، ماذا يرتدي كل منهم؟ أزياء مختلفة؟ هذا لأنهم لا يشكلون فريقاً، وإذا لعبنا كرجل واحد سنتغلب عليهم حتى لو كانوا أفضل منا كأفراد. واحد، اثنان، ثلاثة. سوبر سترايكر مؤثر للغاية. هجمة عكسية، يجب علينا أن ننهي هذا الآن، وإلا ستكون النهاية. وهذا غريب على المدرب، فهو معروف بصرامته مع فريقه. لقد سارت الأمور على أفضل ما يرام. حسناً، في الجزء الأخير منها. سكارا. وأخيراً وصل لاعب الفريق الأحمر.
وتبدو على وجوههم الثقة الزائدة. سوف تبدأ المباراة. المتنافسون المحليون وعمالقة الدوري الممتاز. من سيربح يا ماك؟ أنا لا أعرف يا بريندا، ولكن مهما كانت النتيجة إن هذه المباراة سوف تكون أسطورية.